24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة واش البنج كيتعاطى او سبق له تعاطى شي نوع من انواع المخدرات؟ اش <applause> غنقول لك بحال كاع الدراري طفولة حافلة بالمخاطر وبالمشاكل وداك الشيء آه يعني بالنسبة للمخدرات كنظن انني تعاطيت جميع الانواع اللي كانوا كيروجو في ديك السيل ديال المراهقة اللي كنت فيها انا دابا ولاو شي انواع جداد اللي ما كنعرفهمش مزيان ما سبق ليا عاطي شوي مي داكشي ماشي مفخره يعني كنصح كاع الشباب اللي كيشوفوني ولا اللي كيتبعوني ولا اللي يعرفوني هذاك الشيء راه ماشي شي حاجه وحتى الانسان الى طاح في لا النصيحه اللي نقول لي هو عوم وما تغرقش يعني دوز داك الشيء اللي شدوز ولكن ما فيه هذا هو اللي كاين